ويا سعد انت خلصت الزقيه الزرع كله على كده؟ والله خلصت يا اخي، كان يوم تعب وقرفت والله يا راجل من الزقيه. اخوك بده مقطع ايجار. ايه جابوا دي؟ ايه جابوا دي؟ ما ياكل ويشرب زي ولا في البيت، عايز مني ايه؟ يا اخي ما زال بعد يا اخي ما تعمل عايز يقسمني في الارض وانا مش عارف مستفاد منه ايه، ايه اللي مقعد واكل واشرب زي ولا فقط لا غير. السلام عليكم اخوي، زقيت الزرع. ما مالك زقيت الزرع ولا ما زقتهوش؟ هتعمل لي ايه بدخل مقطوع انت دي؟ هتساعدني مثلا يعني؟ بتعيرني ود ابوي، هو دي بتعيرني ود امي وابوي، بتعيرني اللي انا يدي مقطوعه، بتعيرني ان انا سايب البيت وسايب اللي وراي، وجاي بقول لك يا اخويا زقيت ولا لا؟ انا جاي عشان اساعدك وانت في الاخر بتقول لي روح يا بد مقطوعه. هو ده خطري اللي انا جاي اساعدك؟ متشكرين 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 يا اخوي. افتكر ان دراعي دي اللي اتقطع اتقطع علشانك، فاكر لما كان الجلاب كان هيموتك ورحتني رحت شلتك من تحت الجلاب وسيت دراعي قطع؟ متشكرين يا اخوي متشكرين. انت ازاي تعمل كده مع اخوك يا صاحبي؟ انت نسيت اخوك دي عمل ايه عشانه لما شالك من قدام الجلاب وهو وقع مكانه والجلاب سيتها عدى على ايده؟ انت المفروض تبقى يده اللي اتقطع عداي، مش تعايره قدامه وتزله ان يده مقطوعه. ما هو ليلة مشالك ويده اتقطع عداك، كان زمانك انت هنقرا نزوروك ونقرا الفاتحة عليها. يا سعد انت من النهاردة ما تعرفنيش ولا نعرفك، ان انت ما ينفعش تبقى صاحب اساسا.